في أعلى قمة جبل مويا بدأت قصة تاريخية وأثرية ارتبطت بالرحالة الإنكليزي هنري ويلكم صاحب هذه البناية التي تعرف ببيت الكتل. ويلكم جاء إلى جبل مويا إثر معلومات توفرت من مستكشف زار النيل من المنبع إلى المصب في العام 1700، وبنى ويلكم هذه السرايا في العام 1910 بعد إقناعه أهالي المنطقة بجدوده الذين دفنوا على قمة الجبل. وتتكون سرايا ويلكم التاريخية من غرف وصالات بنيت من الحجارة بجانب عمارة شيدت من طابقين أصبحت فيما بعد أول عمارة بنيت في السودان بحسب رأي المؤرخين. يعني جبل مويا سنة 1910 كانت خلية بتاعت عمل، حتى عمل سكة حديد من هنا للسكة حديد الموجودة اللي هي سكة حديد الأبيض الخرطوم دي كان بيشيل الحاجات اللي بيشيلها بيحطها في صناديق وبقفل الصناديق دي ولندن طوالي ودابور سودان وطوالي للندن. حتى مستر كيتشنر باش لما جاء في سنار هو رفض يمشي في سنار، قال يجيني في جبل مويا. جبل مويا قرية صغيرة تقع غرب مدينة سنار التي تشتهر بتوفر عوامل الجذب التاريخي والأثري والسياحي، حيث يوجد بها خزان سنار الذي شيده الإنجليز في العام 1925 للري القطن بمشروع الجزيرة آنذاك، وتقع ما بين ترعتي الجزيرة والمناجل وضفة النيل آثار سنار القديمة ممثلة في مباني مكتب البريد والبرق التابع للعهد التركي إلى جانب بنايتين صغيرتين كانتا تستخدمان مكاتب لموظفي المرسى على النيل. وعلى الرغم من أن هذه المنطقة مصنفة أثريا إلا أنها تعاني الإهمال، واستغلها المواطنون أماكن لصناعة الطوب ويستوطنوا في أنحاء منها دون رقيب، كما هو حال الآثار التي تقع على قمة جبل مويا، فهي معرضة لعوامل الطبيعة التي أدت إلى تعرية أجزاء منها ولم يستفد منها المواطن بشيء يعود إليه. الشيء اللي أنا بتمناه مستقبلا أن الدولة تهتم بالمنطقة وبالآثار دي عشان يعني ننشط الحركة السياحية والأثرية ذاتها، وينظموا رحلات لتعريف الشباب السوداني بالمنطقة وما فيها. جبل مويا منطقة قديمة ما في شك، هي أقدم من دولة الفندق، حتى الجيش اللي قام مش خرب سوبا قام من جبل مويا دي، وعسى عندنا موقع اسمه سوبا ده اللي كان فيه الجيش زاره. قرية جبل مويا تغطنها أكثر من 40 قبيلة تعايشت وانصهرت فيما بينها، وتبدو حياة أهالي المنطقة أكثر أريحية، لكنها لا تختلف عن حياة البادية في مدن السودان الأخرى. وتشكل الحفائر في فصل الخريف مصدرا رئيسا للمياه التي تستخدم لأغراض النظافة بجانب عيون الماء التي تنبع من أعلى الجبل وتستخدم للشراب. ولم يكن الوصول إلى هذه الينابيع سهلا للتعرف على طريقة الحصول على المياه. ساهم الرحالة هنري ويلكم في إعادة تأهيل ينابيع المياه هذه ببنائها بالحجارة، ونتيجة لهذه الينابيع جاءت تسمية المنطقة بجبل مويا. العرب لما نجي ماشيين في المنطقة ما بين الدالي والمزوم لغاية ما يجي المنطقة اللي ماشيين على البطانة بيقولوا نحن ماشيين الجبل الفوق الموية اللي هي ناسفة من الجبل على كثافة الخريف، وسميت الجبل موية بنفس الناي بنفس المعنى، يعني الجبل الفوق الموية اللي بنزف الموية وبيشيلوا منها ريهم وبيمشوا طوالي على جهة البطانة. البلد طبعا كانت ما فيها عفاير وما فيها وناي، والحمد لله هسه كل شيء تم والحمد لله. تتوفر الأعشاب على سفح جبل مويا وفي قمته، وينشط أهالي المنطقة في تربية مواشيهم واستغلال ما توفر بأعلى الجبل في حياتهم اليومية، وكثيرا ما يقصدونه للتنزه والترفيه واكتشاف بعض الآثار. أما الزوار فهم يقصدونه للتعرف على مكنوناته في زيارات تعريفية. ويروى أن الجبل كان مكاناً للتعبد يقصده أهل التصوف، إذ توجد آثار لمغارة كان يتعبد فيها الشيخ هجو أبو قرن أحد أعلام التصوف في السودان.
هجب قرن شيخ تعبد في القدم في منطقة جبل موية. هنالك كهف كبير جدا يسمى بالمهيوبة، مكث فيه غرابة 7 سنوات، ويمكن آثاره موجودة لليلة في الجبل في سطح الجبل. الآثار الموجودة بجبل موية لا تزال تحيطها الأسرار والعجائب، فالمنطقة برمتها تحتاج إلى استكشاف جديد ليسهم في تنمية المنطقة التي يعود تاريخها إلى دولة الفونج أو الدولة السنارية القديمة. آثار لم يتم اكتشافها بعد هنا في هذه المنطقة جبل موية، وما تم اكتشافه من قبل المواطن يحتاج إلى جهد لتدوينه وحفظه. عصام الدين عباس، الشروق، جبل موية، ولاية سنار.